أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على المصطفى الأمين. طب اليوم ما هي ملامح الإدارة المالية اليوم في القرن 21؟ تفضلي أنت. استخدام التكنولوجيا المتوفرة. صار عندنا برامج مالية لحساب إيش؟ الموازنات ولحساب الميزانيات على الكمبيوتر طبعا. ليه التكنولوجيا متوفرة؟ بطل الموظف في البنك يقعد عد 1 2 3، لا بحطه على الجهاز وبعد لحاله وبيعطيه الرقم وخلصنا. مين الهدف الاساسي؟ تحقيق اقصى قيمه ممكنه. اقصى قيمه اللي هي تعظيم الارباح. اذا واضح انه صار في تغيير جوهري. اصبحنا في القرن 21 مع استقرار كثير من الدول في هذا العالم، هدفهم الاساسي تعظيم الارباح، اني احقق اقصى ربح ممكن ايش ومتوقع. شكرا يا انت. ازمتها الربط بين العائد والمخاطره والسيوله والربح. ممتاز. هناك يا اخوات علاقه طرديه بين العائد والمخاطره. عندنا فصل كامل حندرس فيه الموضوع هذا، علاقه ايش طرديه وعلاقه عكسيه بين العائد والسيوله. طبعا العائد والمخاطره زي بعض هذول. هناك علاقه طرديه بين العائد والمخاطره، علاقة عكسية بين العائد وإيش والسيولة. إن خبيت المصاري في الخزنة معناها مش هشتغل واربح، ماشي؟ إذا نضل عندي سيولة. إن طلعت المصاري واشتغلنا وربحنا معناها بطل عندنا سيولة. إذا واحدة حساب الثاني. إن علاقة إيش؟ علاقة عكسية. شكرا يا أنت. تفضل يا سما. رقم 4، استخدام الوسائل الرياضية والإحصائية لتحقيق هدف التخطيط والرقابة المالية. زي مثلا لما نيجي مع بعض إن شاء الله لما نوصل لشابتر التخطيط المالي هناخد موازنات اللي هي النقدية. هنلاحظ إن احنا هناخد وسائل إيش؟ رياضية. لما ندرس مع بعض التحليل المالي هنلاقي حالنا قاعدين نسوي نسب مالية بس ومقام برضه، هذه وسائل إيش؟ وسائل رياضية. شكرا. تفضلي لينا. تم الاهتمام بالعوامل الخارجيه والداخليه. ممتاز. عند اتخاذ القرارات الماليه لما نيجي ناخذ قرار بالاستثمار او بالحصول على مصدر تمويل لازم ناخذ العوامل الخارجيه اللي هي خارج المؤسسه، الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي في البلد، ماشي؟ طبعا اسعار الصرف والامور هذه. عوامل داخليه اللي احنا وضعنا الداخلي، هل انا عندي استقرار داخل المؤسسه ولا لا. العوامل الداخليه اللي هي زي الانتاج، الافراد، الماليه، هاي اللي اخذها بعين ايش الاعتبار. ايضا من مظاهر القرن 21 في الاداره الماليه اللي هي ايش؟ تغير موقع المدير المالي في الهيكل التنظيمي زي ما هنشوف ان شاء الله كمان شويه، هنشوف مع بعض. اذكري ملامح الاداره الماليه في الالفيه الجديده، او ما هي ملامح الاداره الماليه في القرن 21؟ تفضلي. اللحظية، أي الحصول على المعلومات متى أراد المدير. طبعاً تم استخدام الانترنت وأجهزة اللي هي الخلوي أو الموبايلات في الحصول على المعلومة اللي أنت عايزها في أي وقت. الآن بدك تشوفي سعر البورصة بتشوفيه وأنت قاعدة. بدك تعرفي أسعار الصرف كلها بتشوفيها وأنت إيش قاعدة. إذا رقم 1 اللحظية، إيش معناها؟ حصول المدير المالي أو أي إنسان على المعلومات في أي وقت يريد. يعني جاي على باله الساعة 2 الفجر مثلاً يشوف معلومة بيشوفها عادي، مش مشكلة. طبعا بسبب وجود ايش الانترنت. 2، استخدام برامج كمبيوتر متخصصه كبرامج التحليل المالي. في عندنا برامج على الكمبيوتر تتخصص في العمل المالي زي التحليل المالي، بس بدخل الميزانيه العموميه وقائمه الدخل والبرنامج بيعمل لي التحليل المالي. ايضا المعلومات دقيقه وصحيحه وبناء عليها القرارات دقيقه وصحيحه. بدالي بعتمد على برامج الكمبيوتر في الشغل فحتكون المعلومات تقريبا دقيقه، درجه عاليه من الدقه يعني والصحه، هذا بيؤدي لاتخاذ قرارات دقيقه وايش وصحيحه. ممكن يجينا سؤال اذكري امثله على برامج الكمبيوتر المتخصصه في الاداره الماليه. اذا اذكري امثله على برامج الكمبيوتر المتخصصه في الاداره الماليه. عندنا على سبيل المثال زي مين؟ اكسل، زي اس بي اس هذا متخصص تحليل البيانات الاحصائيه مش الماليه، بيختلف يا عندي، ماشي؟ عندنا اكسل وعندنا بريفيرا اللي هو ربيع، معناه بريفيرا معناها باللغه العربيه ربيع، بريفيرا. وعندنا كمان كيو ام.
الكيو ام كوانتيتي مانجمنت اللي هي الاداره الكميه، هذه متخصصه في ايش؟ في الامور الماليه. ايضا من ملامح الاداره الماليه في القرن الواحد والعشرين، تفضلي. عولمة الاعمال اللي هي الاتصالات، زياده الضغط السياسي للمستهلك. شيء طبيعي يا اخوات، لما نيجي نحكي عن الاداره الماليه او عن القرن الحديث لازم نحكي عن العولمه. لازم نحكي عن ايش؟ لا. عن العولمه. خمسه ايوه، تكنولوجيا المعلومات، الفرص والمخاطر، التجاره الالكترونيه. عندنا يا اخوات العولمه اللي هي الاتصالات خلت العالم قريه صغيره، وانت قاعده في مكان هان في البلد ممكن تحضر اجتماع في اي مكان في العالم على الفيديو كونفرنس او السكايبي، تشوفيك ويشوفوهم ويشوفوك وتحكي على زي ما انت عايز كانك قاعده معاهم. ايضا اصبح هناك جمعيات هامه جدا لحمايه المستهلكين، بطل فيك اللعب في الاسعار او تلاعب في السعر، عفوا في السلع. ايضا عندنا التقدم التكنولوجي المهول، في عندنا ظهرت لي شركات متعدده ايش الجنسيات، يعني الشركه نفسها، وهذه ادارتها صعبه شويه لانه في عندك لما نحكي عن شركات متعدده الجنسيات بحكي عن ثقافات مختلفه، ماشي، بحكي عن ديانات مختلفه، فهذه كلها بتاخذها بعين ايش الاعتبار. ايضا من مظاهر الالفيه الجديده اللي هي الاي تي او تكنولوجيا المعلومات، في لها فرص كويسه ممكن استغلها، وفي لها مخاطر. من مخاطر تكنولوجيا المعلومات انه في حدا ممكن يخترق الجهاز تبعنا او قواعد البيانات تبعتنا ويلعب في البيانات الماليه، ماشي. طبعا مش كل البيانات، صحيح قبل شوي حكينا عن معيار الافصاح، لكن مش كل البيانات الماليه بروح بفصح عنها، مش كلها، ماشي. في نحتفظ في اللي هي بنسميها زاويه في الخفاء او زاويه من الظل لنا، مش كل حاجه بروح بنشرها انا. عندنا طبعا التجاره الالكترونيه هو البيع والشراء عن طريق ايش؟ عن طريق الانترنت. واضحة ولا عيدها؟ في أي سؤال؟ أي سؤال يا جماعة؟ إذا نستعرض مع بعض مظاهر الإدارة المالية في الألفية الجديدة، ذكرينا يا لينا يا دينا، تفضلي. اللحظية، الحصول على معلومات متى أراد المدير، استخدام برامج كمبيوتر متخصصة، المعلومات دقيقة وصحيحة وبناء عليها تكون القرارات صحيحة ودقيقة. ممتاز. العولمة. العولمة. متماسكة بالاتصالات وزيادة الضغط، تكنولوجيا معلومات، الفرص والمخاطر والتجارة. شكرا. واضحين ونعيدهم تاني، ما هي مظاهر العولمة التي أثرت على الإدارة المالية؟ تفضلي. الاتصالات، زيادة الضغط، شركات المعلومات. زيادة الضغط يا جماعة هو ضغط الدم ولا إيش هذا؟ زيادة الضغط المستهلكين، ما لازم أكمل يعني تحكوا زيادة الضغط وتسكتوا وواحد بفكر حاجة تانية. لازم شركات متعددة الجنسية. ممتاز، شكرا لك. في عنا يا أخوات بشكل عام الإدارة المالية نوعين، في عنا إدارة مالية عامة اللي هي إدارة الدولة، اللي هي إدارة إيش؟ الدولة. وفي عنا إدارة مالية خاصة اللي هي إما إدارة الشركات أو الإدارة الشخصية، يعني إدارتك أنت لأموالك كإنسان. الإدارة المالية العامة بتاعت الدولة اسمها مالية عامة، بنسميهاش إدارة مالية، لا، إدارة مالية اللي هي الخاصة بنسميها مالية عامة. المالية العامة هي مالية الحكومة، وبدل ما حكينا عن الحكومة ده حكينا عن القطاع الخاص، عفوا عن القطاع العام، وبعدين حكينا عن القطاع العام معناها فيش أرباح، ماشي، لا يوجد أرباح. إذا المالية العامة إعداد موازنات للدولة بعيدا عن هدف الأرباح، إيرادات نفقات تشغيل فقط، أرباح فيش. ليش؟ لأنه هذا قطاع. من وين الدولة بتجيب إيراداتها؟ من الضرائب، ماشي. لا، هو القاعدة أو المصدر الرئيسي لتمويل الدول لموازناتها الضريبة، ماشي. المعونات والمساعدات والمنح، لا، هذه ثانوية. زي مثلا أمريكا الآن مين مصدرها الرئيسي في إدارة الدولة؟ الضرائب. عشان هيك مثلا هم لو بدهم يعملوا حاجة بروحوا بيرفعوا الضرائب، بينزلوا الضرائب، واضح. لكن المعونات والمساعدات والمنح مش كل الدول بتعتمد عليها، خاصة الدول الغنية، هذه أشياء ثانوية مش رئيسية، الرئيسية هي الضرائب. طيب المالية الخاصة اللي هي مالية الشركات المؤسسات، بيكون هدفها تحقيق ايش؟ ارباح. عشان هيك لما نطلع على قائمه دخل لدوله غير لما نطلع على شركه، في الشركه بيظهر عندي صافي الربح، الدوله لا طبعا، ماشي. بحكي لنا زي ايش ماليه خاصه؟ زي مثلا ماليه البنوك، هذه خاصه. ماليه سلطه النقد عامه. ماليه البنوك ايش؟ خاصه. سلطه النقد عامه، لانه سلطه النقد عندنا بتمثل او بديل للبنك او تقوم بوظائف البنك المركزي، ماشي. شركه مثلا بسكوت خاص،
جامعة أهلية. لا أهلية. لا 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 أهلية. أهلية. طب بس وين كنت تتفرغ؟ مين هذه؟ الجامعة. طب كيف صارت خاصة؟ لا أنا أقول المالية تبعتها عامة. لا المالية العامة فقط مالية الدول. ماشي. إذا في عندنا قطاعات أخرى غير الخاصة والعامة. زي الجامعات مثلا غالبيتها عندنا في البلد جمعيات جامعات عفوا مؤسسات أهلية. فبتكون المالية بتاعتها خاصة فيها. واضح؟ طبعا بيظهرش عندها ربح لأنه هي لو إنها فيها ربح كان خاصة. وبرضه مش حيظهر عندها ضرائب. لأنه لو ظهر عندها ضرائب لأن هي صارت دولة. واضح؟ إذا الجامعات هي زي ما تو حكينا يا أخوات هل تختلف الإدارة المالية من مؤسسة لمؤسسة؟ القاعدة الأساسية بتختلفش. كل المؤسسات اللي في العالم هتلاقي فيها إيرادات ونفقات. ماشي؟ هذا جوهر العمل المالي. لكن طبعا إيراداتها من وين؟ هذا هو اللي بيختلف. الدولة إيراداتها من الضرائب لأن هذا قطاع عام. ماشي؟ شركة جوال إيراداتها جاية من بيع خدمات جوال أو خدمات الاتصال، إذا هذا قطاع خاص لأنه عندها أرباح. المؤسسات الأهلية لا، والمؤسسات الدولية كمان لا، إلها مالية خاصة فيها، لكن القاعدة الأساسية المالية واحدة. يعني لو رحتي تطلعي على كشوفات المالية للوكالة هتلاقي عندهم إيرادات ونفقات ومصاريف، مش هتلاقي اختراع، مش هتلاقي حاجة جديدة. واضح يا جماعة؟ الاثنين نفس الشغلة، نفس الطريق، إيراد ونفقات، لكن بيختلفوا طبعا إنه هذا مالية عامة وهذا مالية إيش؟ هذا مالية خاصة. بحكي لنا الأصل في الدول إنه المالية العامة أو الحكومة تحكمي القطاع الخاص. الأصل توفر له إيش؟ توفر له حماية. زي مثلا كان في أزمة مالية في 2008، بعض البنوك بدأت بتشهر إفلاسها. ماشي؟ في بعض البنوك اللي بتشهر إفلاسها كان عدد الموظفين فيها 25,000 موظف. لما البنك يفلس إيش حيصير في الناس هذه؟ بطالة. فالدولة تدخلت لحماية الموظفين، لحماية إيش؟ البنوك من الإفلاس. إذا لما تتعرض القطاع الخاص للخطر الأصل إنه الدولة تتدخل على طول. واضح يا جماعة؟ واضح ولا عيدها؟ المالية العامة زي ما حكينا هي مالية الدول أو الحكومات، مش موضوعنا في المادة هذه. إحنا هندرس القطاع الخاص زي ما هتشوف، هنكون عندنا أرباح وموزعة ومحتجز، لكن مش هندرس الضرائب والشغلات هذه. هندرس الضريبة اللي أنا كشركة هدفعها للدولة، مش الضريبة اللي الدولة مش يعني مش هندرس كيف الدولة هتفرض ضرائب، لا هندرس لو أنا عليا، لو أنا ربحت قديش هدفع ضرائب. هذا هندرس إن شاء الله، لأن المادة هذه بتغطي القطاع الخاص. وطبعا في مواد أخرى هتغطي قطاع البنوك. ليش؟ لأن البنوك عندها مالية وبنود غير إيش؟ غير شركات. مثلا لو اطلعتي على ميزانية بنك فلسطين أو قائمة الدخل هتلاقي فيها ودائع. طب لو اطلعتي على مثلا شركة جوال هتلاقي فيها ودائع؟ لا ملهاش. من وين؟ واضح؟ طبعا الدولة تهتم بالحصول على إيراداتها من الضرائب لحتى تقدر تمشي المرافق العامة. المرافق العامة اللي هي المستشفيات الحكومية، المدارس الحكومية، البنية التحتية وهكذا. ماذا تشمل المالية العامة للدولة؟ تشمل تحديد حجم ومصادر الحصول على الأموال والإنفاق اللي هي الإيرادات والتكاليف. إذا تحاول دائما أن تحصل الإيرادات والإيش؟ والتكاليف. أيضا من مجالاتها اللي هي الرقابة والإشراف على الموازنة. الآن إحنا في آخر أو اقتربنا من آخر 2015، في كتير دول سلمت موازنة 2016 وبدأت تعيد في 2017. ماشي؟ هذه بنسميها الموازنة العامة. أيضا سياسات الدولة الاقتصادية كيف هتأثر على الاستهلاك والإنفاق، هذه من خصائص الإدارة المالية العامة. سؤال بيطرح نفسه يا أخوات، أذكري مصادر تمويل الدولة. من وين الدولة بدها تمول شغلها؟ أذكري مصادر تمويل الدولة. مين بيعرف؟ تفضل. الضرائب. أولها وأهمها الضرائب. فيش دولة في العالم ما عندهاش ضرائب. ماشي. في بعض الدول زي الصين على سبيل المثال مسموح لك تجيبي، أنتوا عارفين يعني الصين عندها حاجة بنسميها انفجار سكاني، عددهم مليار صيني وشوية ألاف أو شوية ملايين. ماشي. فحطين قانون مسموح لكل أخت فيكم إن شاء الله بعد ما تتزوج تجيب بيبي واحد. واحدة الله أعطاها توأم مثلا بتدفع عن الثاني ضريبة.
لأن في بعض الدول بتاخذ ضريبة على أشخاص إن زادوا عند حد معين. طب هي نفسها تجيب ثالث حتدفع له ضريبة، طب الرابع وهكذا، كل ما يزيد العدد بيزيد الضرائب. واضح يا جماعة؟ إذا عندنا الضرائب ممكن إذا كانت الدول الدولة اقتصادها مش قوي تاخذ قروض، وإحنا هان لما نحكي عن قروض الدول بندخل في اللي هي التبعية والاقتصاد القوي والاقتصاد المستقل والكلام هذا. إذا مش ببساطة الدولة تاخذ قرض، ماشي. في عنا مساعدات، ممكن الدولة تنول نفسها من المساعدات المالية، البنك الدولي، صندوق النقد، أي حدا. في عنا كمان يا أخوات من الرسوم والجمارك، في لها أشكال كتير هي مصادر تمويل. إيش الدول هذه أشهرها؟ هذه إيش؟ هذه أشهرها. أعيدها. إذا ما هي مصادر تمويل الدول؟ تفضلي. الضرائب، مساعدات مالية، رسوم الجمارك. ممتاز، شكرا. المالية الخاصة اللي هي موضوعنا إحنا في هذه الرحلة إن شاء الله، اللي هي مالية الشركات، مالية المؤسسات، ما لناش علاقة لا في ضرائب ولا غيره، بس بندفع ضرائب أرباح وخلاص. المؤسسة إذا ربحت بتدفع ضرائب أرباح. طب لو خسرت؟ لا خلص. لو عندنا مؤسسة خسران إيش ممكن تدفع؟ لا كيف؟ هي مش هتدفع، بس إحنا في المعالجة ما هو مش موت وخراب ديار برضو يعني. في المعالجة المحاسبية بظهر عندنا حاجة اسمها وفر ضريبي. إذا متى يظهر الوفر الضريبي في الميزانية؟ في العفو قامة الدخل، لما نخسر مش نفلس، الفلاسة شيء تاني. لما أخسر بظهر عندي وفر ضريبي، ربحانة ضريبة. طبعا الإدارة المالية الخاصة اللي بتركز على المؤسسات حيكون عندنا مصادر تمويل، من أين لك هذا؟ مجال الاستثمار وين وديته؟ طبعا اي حاجه فيها اموال على طول لازم نحكي عن الرقابه واحنا ماشيين، حتى لو بقاله، ماشي. حنشوف كيف المتغيرات الماليه والنقديه كيف حتاثر على التكاليف والايرادات. المقصود هم بالمتغيرات الماليه اللي هي الوضع الاقتصادي في البلد، عندك تضخم، كساد، رواج، ايش عندك بالضبط. طبعا مقارنه بين الماليه العامه والماليه الخاصه اثناء الشرح احنا قررنا حكينا مصادر تمويل الدوله اللي هي الضرائب، مصادر تمويل الشركات اللي هي مبيعات. القروض، مصادر تمويل غير يعني المبيعات، عمل تشغيلي شغلها يعني. مصادر تمويل زي ما حناخد مع بعض ان شاء الله، زي القروض، زي الاسهم، زي الارباح المحتجزة، هذه مصادر تمويل القطاع الخاص او ايش الشركات. طبعا في مجال الاستثمار، الهدف الاساسي للدولة من الاستثمار اللي هو تحقيق اعلى مستوى رفاهية ممكن للمجتمع، يكون عندنا بنية تحتية ممتازة، صحة وتعليم ممتازين وهكذا. بينما الاستثمار في القطاع الخاص هدفه الأساسي الأرباح، هدفه الأساسي إيش؟ تحقيق أرباح. طبعاً تقديم إيش؟ تقديم خدمات. الوظائف هذه حندرسها إن شاء الله بالتفصيل في هذا المساء. حناخد شابتر اسمه التخطيط المالي، شابتر اسمه التمويل، شابتر اسمه الاستثمار وهكذا. وعندنا مواضيع أخرى أيضاً. خذي بالك من التخصيص، كيف يعني تخصيص؟ لو قلنا تخطيط وسكتنا غلط. لازم مالي، لازم ايش؟ مالي. اين يقع الهيكل، اين يقع المدير المالي في الهيكل التنظيمي؟ في له ثلاث مواقع، اما يكون اسمه نائب المدير العام للشؤون المالية، اخذتي بالك من المدير العام؟ تحت ايده، ممكن يكون هو نفس المدير العام. ممكن يكون المدير المالي، احنا عندنا في الجامعه اسمه المدير المالي او الشؤون المالي، مدير الشؤون المالي، او المراقب ايش؟ المراقب المالي. في الوكاله الانروا اسمه نائب المدير العام للشؤون الماليه، طبعا هي مؤسسه كبيره تطبق عليها القوانين المحليه والقوانين الدوليه. ممكن يكون الشخص هذا عضو في مجلس ادارة ايش؟ المؤسسه. المدير المالي نفس القصه، مسؤول عن اداره الاموال واداره الأصول. طبعا المراقب المالي مسؤول عن الإشراف على العمل إيش المالي والتدقيق على الحسابات. عندنا رسمة هيها، وين المدير المالي؟ هي. أيوة ممتاز، شكرا. نائب الرئيس للشؤون المالية إيش في تحت إيده؟ مدير الرقابة المالية، مدير التمويل. الناس هذه بتشتغل وهذه بتراقب عليها، واحد بيشتغل والثاني إيش ماله؟ بيراقب عليها. طبعا يا أخوات لما نحكي على المراقبة بيكون عندنا هان إيش؟
عندنا مراقب داخلي وخارجي اللي هي مكاتب المحاسبه والتدقيق اللي بيشوفوها في البلد. هذه مراقب ايش؟ خارجي. ممكن يجينا سؤال وضحي بالرسم موقع الاداره الماليه في الهيئه التنظيم. علي لي ضروره ان يكون موقع المدير المالي بالقرب لإدارة الاداره العليا. ايش السبب؟ عده اسباب. ممتاز. لاهميه وظيفه الاداره الماليه. احنا نتكلم عن اموال، نحكيش عن شيء ثاني. اثنين، لاهميه الاموال، لاهميه القرارات. ثلاثه، لاهميه المعلومات التي تقدمها الاداره الماليه. فائض، عجز، ربح، خساره. اذا ليش لازم تكون قريبه من الاداره العليا؟ لعده اسباب. لاهميه الوظيفه نفسها، لاهميه قراراتها، لاهميه ايش؟ لاهميه معلوماتها. ما هي سلطات الاداره الماليه؟ زي ما هنشوف في المستقبل ان شاء الله تحدد السياسه الماليه. السياسه الماليه هل هي تقشف نمسك ايدنا في الشغل ولا توسع؟ ماشي. بسمعوا في اليونان انه صار عندها مشاكل وعندها عجز وتطلع من الاتحاد الاوروبي، فطبقوا سياسه التقشف. فيش بعزقه زي زمان. طبعا اليونان من الدول اللي بتعطي موظفيها 14 شهر في السنه، يعني بتاخذي راتب 14 مره في السنه. هي السنه كم شهر؟ 12. هم بياخذوا شهرين زياده. هذه مظاهر رفاهيه، وهذا احد اسباب وجود الازمه الايش؟ الماليه. طبعا اليونان عندها سن التقاعد على 45 وعلى 40 اذا حابه يعني. طيب الان انت تقاعدتي على 40، لسه شباب وصغيره، ايش تسوي؟ تبدا تطلع تتفسحي في العالم، بكون على حساب الدوله اللي هي يعني اعطاء رواتب تقاعد لناس اصلا مش متقاعده او مش في سن تقاعد. انه انت من 40 سنه وبتقضي راتب تقاعد بعد عمر طويل، وقت ايش حينتهي الاجل؟ نقول حتتوفي على 80 مثلا، 40 سنه الدوله بتدفع لك راتب تقاعد. فهذا ادى لوجود الازمه ايش؟ الماليه. هذه بنسميها سياسه توسع، رفاهيه بزياده. هذه التخطيط المالي حندرسه، توزيع الارباح ان شاء الله، الانفاق الراسماليه، هذه الشغلات كلها حندرسها في المستقبل. اخر حاجه اليوم ان شاء الله، ما هي طبيعه علاقه الاداره الماليه بالوظائف الاخرى؟ الوظائف الاخرى هي وظائف المشروع. اول شيء المحاسبه. مين يا اخواتي ذكرنا بتعريف المحاسبه؟ هي ولا هو؟ هي. هي المحاسبه. هي مين؟ هي صاحبتكم؟ هي ايوه علم جمع وتصنيف وتبويب البيانات الماليه واخراجها على شكل تقارير تساعد في اتخاذ ايش؟ القرارات. اذا العلم اللي بيجمع وبحلل وبصنف البيانات الماليه وبيعملها تبويب بنسميه محاسبه. شيء طبيعي ان المحاسبه هي الاساس لعلم الاداره الماليه. انا لو بعرفش اميز بين بين الميزانيه العموميه وبين قائمه الدخل مش عارف اشتغل في الماليه. لازم اكون اعرف كل قائمه ايش بنودها ومين بنكتب فيها وهذا ايش وهذا مش ايش. اذا العلاقه بينهم علاقه ايش؟ زي علاقه الاب وابنه، القاعده والقمه. واضح؟ العلاقه بينهم علاقه تكامليه، بيكملوا بعض. المحاسبه بتعطيني تقارير بتاخذ بناء عليها قرار كاداره ماليه. النوع الثاني من العلوم اللي هي التسويق والانتاج. شيء طبيعي لو بدي اعمل حمله اعلانيه انا للمنتج تبعي بدي مصاري. من حجب المصاري؟ من الماليه. الماليه حتعطيكي مصاري لايش؟ للمنتج تبعي او للحمله. لان علاقه برضه علاقه تكامليه وتبادليه. الاقتصاد طبعا زي ما انتم عارفين اخذتوا في زماناتكم ان الاقتصاد بيعالج مشكله الندره، انه احتياجاتنا اكثر من الموارد. بس كلام هذا قبل هيك. ماشي. الماليه تتعامل مع مورد هام جدا وهو المورد المالي. الماليه بتحاول تستخدم الاموال بافضل طريقه ممكنه لتحقيق الارباح. الاقتصاد بيحاول يقدم لنا طرق لاستخدام الاموال بشكل جيد. واضح ولا عيدها؟ اذا واضح انه احنا ممكن نلخص علاقه الاداره الماليه بالوظائف الاخرى انها علاقه تكامليه. كل واحد بكمل الثاني وفيش علم لوحده. في اي سؤال او استفسار؟ في اي سؤال؟ نتوقف لغاية هنا اليوم إن شاء الله، وسوف نكمل في المحاضرة القادمة.